ليست رحلة سياحية تشد إليها رحال المواطن أحمد غالب، لكنها رحلة اضطرارية إلى حيث يوجد الأمن والأمان. لحظات وتنطلق أسرته صوب الريف آملين أن يكون هو المكان الأكثر أمانا واستقرارا. يا أخي ضرب علينا جنب، إحنا جنب القوية، يضرب علينا ضرب يعني ضرب عنيف، فقعونا هذا، تشوف الزقاق ها حق الطيقان نزل من الضرب، خوفوا لك الناس. على مقاعد هذه الحافلة الصغيرة يبدو الأطفال أكثر استبشارا وفرحة لهذا الإجراء، كونهم عانوا كثيرا خوف الحرب وروبها. أنا عسيرو السرب. لا ليش؟ من الحرب. من الحرب. وادي أحمد منطقة تقع شمال العاصمة صنعاء، تعد الأكثر تضررا من العدوان السعودي بحكم قربها من قاعدة الديلمية الجوية. ليس غالب وحده من ينزح من مقر إقامته، بل هناك الآلاف نزحوا من المنطقة وأصبحت شبه خاوية على عروشها. حقيقة أمس وقبل أمس تماما اندهشت جدا من ما لاحظت من تكاثر النزوح من وادي أحمد بالذات، يعني أكثر من 1000 أسرة نزحت من وادي أحمد، وأكثر من 1000 أسرة أيضا من المطار الجديد، من ما جاور المطار، وهذا كله بتعود أضرار على المجتمع نفسه. سكان المنطقة أبدوا معاناتهم وتضررهم جراء هجمات العدوان السعودي على المنطقة، خصوصا وأن أغلب مساكنها من المنازل الشعبية، واصفين هذا العدوان بالهمجي. أرعبونا بالضربات الجوية على الجوية وعلى سكان وادي أحمد، فأنهم سببوا أضرار عديدة من ما أنهم فروا من البيوت وشتدوهم إلى البلدان وإلى الأرياف، والآن نزحوا كلهم بأطفالهم بنساءهم، فلتوا ما معاهم، فلتوا بيوتهم وممتلكاتهم، تعطلوا عن أشغالهم، تعطلوا عن كل شيء، والضربات بتزل إلى وادي أحمد. أمس الليل زلت إلى المطار، هدموا حارة كاملة بعد الحارة الأولى. العدوان السعودي على اليمن لم يكتفي فقط بإثارة الرعب والخوف لدى نفوس المواطنين، بل امتد أيضا لاستهدافهم وهم أبرياء في منازلهم، وهو الأمر الذي جعل الناس يفرون من العاصمة إلى قراهم إلى أجل غير مسمى.